في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي نخفف الاسترس على متزوجه. الفيديو ده هنتكلم عن مفاتيح تكوين اسره سعيده. طبعا في مفاتيح كتير، لكن هنحاول نتكلم عن اكتر المفاتيح المهمه. واول مفتاح هو الحب. الحب هو الاساس اللي بتبني عليه اي علاقه ناجحه، والحب هنا مش اب وام بس، لازم الحب يشمل كل افراد الاسره. تاني مفتاح هو الثقه. الثقه بتبني وتهد بيوت، فلازم تكون متوفره في اي بيت عايز يبقى ناجح. تالت مفتاح هو الاحترام. الاحترام لازم يكون موجود في كل بيت، لازم يكون ما بين الاب والام والاولاد احترام جوه البيت وبره البيت. رابعا مفتاح المسؤوليه. لازم كل فرد يكون مسؤول عن دوره والتزاماته، ولازم تعلموا اولادكم المسؤوليه عشان ما يطلعوش مستهترين. واخيرا مفتاح التفاهم. طبيعي اي اسره هيحصل فيها مشاكل كتير، لكن بالتفاهم هتقدروا تحلوا وتصغروا كل المشاكل. حاولوا تفهموا بعض، وحاولوا ان انتوا تكونوا وسائل تخفيف للضغط، بلاش تكونوا وسائل زياده. حاولوا تعلموا اولادكم يفهموكوا ويراعوا ذوقكم.